بسم الله، ونبدأ وصفة الكنافة النابلسية. وصفة كتير طيبة وبسيطة سهلة، إذا بتتبعوا التعليمات حتطلع معكم نفس المطاعم وأطيب. مثل ما شايفين شو قد بتشط وبتمط وبتجنن، ولونها كتير حلو. عندي هون فرك كنافة، وعندي هون جبنة محلاية، جبنة عكاوية حليتها، وعندي كمان جبنة موتزاريلا اللي هي الفرشة الطازجة. أنا في محضرة الطعام فرمت الفرك الكنافة ووصلته لدرجة النعومة اللي أنا بدي إياها. فيكم تستخدموه مثل ما شفتوا بداية الفيديو خشن، وفيكم تعملوها كنافة ناعمة، برجع لذوقكم وشو بتحبوا فيكم تعملوا. ضربتها بمحضرة الطعام لحد ما نعمت مظبوط، وحطيتها على مثل ما شايفين بهذا الشكل، وصلتها لهاي الدرجة وحطيتها على جنب. وهون جبنة الموزاريلا الطازجة حطيتها في طنجرة على الغاز، وسحبت منها كل المي اللي كانت فيها على نار واطية. بنضل نحرك عبين ما نطلع المي من قلبها، لأنه هاي المي إذا ما بتطلعوها بتنزل على الكنافة. منجيب فرك الكنافة وحط دوبت ما يعادل 3 معالق سمن كبار، وفركت فيهم الكنافة على المزبوط. هاي الخطوة هون فيكم تضيفوا فانيلا أو ماء ورد أو ماء زهر، بتعطي نكهة برضو كتير طيبة. عندي هون برضو معلقة من السمنة، أضفت لها شوية من صبغة الكنافة، بدي أعطي لون حلو هيك يكون للكنافة مثل المطاعم. بالصينية رح أحط سمنة، وبإيدي رح أمدها على الأطراف وأغطي الصينية بالكامل، وراح أضيف عليها شوية السمنة برضو اللي حطيت عليها صبغة الكنافة وأمدها عليها، وبعدين بوزع عليهم فرك الكنافة بالتساوي. راح أوزع فرك الكنافة على الصينية وأمدها بالتساوي، وللأطراف على المزبوط بدي أحط، لأني أنا بدي أرفع الأطراف شوي لحتى الجبنة ما تسيح وتطلع تنزل على وجه الكنافة من تحت. بنمدها مظبوط وبنتأكد، بنشد شوي عليها شوي، يعني بنرصها مو كتير، بنمدها مظبوط وبنتأكد ان هي متساوية. بعدين بنضيف عليها الجبنة اللي عملناها، خليط الجبنة العكاوي مع الموتزاريلا الطازجة. بنضيف كمية وافرة من الجبنة، الكنافة كتير طيب بتكون جبنتها كتيرة، مو طيب بتكون جبنتها قليلة. بس الجبنة ما بدنا نوصلها للأطراف مثل ما شايفين، بدي بنص صينية الأطراف تتركها فاضية، لأنها لما تسيح لحالها راح تمد شوي وما بدي إياها تنزل تحت. بنحطها على الغاز على نار واطية، وبنضل نلف ونحرك فيها لحد ما تشوفوا الأطراف الدائرة حمر شوي، توصلت للون بدكم إياه. بعدين بتدخلوها الفرن، بتسيحوا الجبنة شوي على التحمير بس على انها تسيح الجبنة، وبتطلعوها وبتقلبوها طبعا على صينية اكبر، ومنسقيها بالقطر. انا القطر كل كاستين سكر بحط لهم كاسة وربع مي، بغليهم 5 دقائق، بضيف لهم بالاخر شوية سمنة او فانيلا. مثل ما شايفين النتيجة، شوفوا اللون ما احلى، وشوفوا مطة الجبنة وشطتها ما احلاها. الكنافة طيبة تتقدم ساخنة بنفس الوقت، ومنزينها بالفستق الحلبي ونقدمها.